انا مصطفى الصديق، مصطفى قسم الباري، عمري 21 سنة، من مواليد بلد مدني هنا الكويت. طبعا اتولدت هنا في البيت ده، والبيت ده مثل لي يعني حاجات كتير، عشان انا اتضرعت هنا وفي الدوني هنا ولعبت هنا وكده يعني. بدرس هنا في كلية مدني للعلوم الطبية والتكنولوجيا، بدرس طب بشري، وناوي إن شاء الله أتخصص في الطب الشرعي كده يعني، عشان بحب الحاجة دي من وأنا صغير. طبعا أنا هلم في الإمارات طبعا، والساكن هنا براي، وطبعا بحب يعني وقتي كله بيكون هنا في البيت ده، عشان بكره الجوطة وكده يعني. الدعاقة دي تمتمة دي ما تولدت بها، أنا حصلت زي الصدمة كده وأنا صغير. الصدمة دي حصلت زي في كسلة عندي، ودعمتي بحب يربي الكلاب، فيوم كده طلعهم برا وأنا كنت بلعب. هجم علي جات ندخل عادي، تاني يوم تمتم. أول يوم زي في المدرسة كنت خايف الأستاذ يسألني اسمك، هي عشان ما قوم تمتم وأقول له اسمي، وأقول له هيا اقعد حيوان. درست بحياتي كلها في 8 مدارس، وانتقلت منها عشان نفس السبب، عدم الثقة يعني. دخلت إلى مدرسة أجنبية، مدارس أجنبية، عشان افتكرت إنه أنا حكون العربي الوحيد وما بزول حيضايقني، لكن طلع كلامي كذب. بالعكس ضايقت أكتر واستهزأوا بي أكتر وكده يعني. بعد ما انتقلت من الإمارات طبعا السنة الثانية قريت هنا في السودان. فعلا يعني الأستاذ هنا يعني تعاملهم قاسي خلاص مع يعني الزول عنده إعاقة ولا حاجة زي دي يعني، ما عندهم شفت الشغل بينك تمتام هنا يعني، بيستهزأوا هناك كلام عجيب. ما كان عند أصحاب عشان تقريبا يمكن عشان أنا ما بحب الصاحب ولا تمتم حقتي، شايفين عيب ولا اللي هي حالة نفسية أصلا هي كده. طبعا أول يوم في الجامعة كالعادة يعني كنت خايف الدكتور يسألني اسمك وبتاع عشان ما تمتم، والقاعة فيها أكتر من 120 طالب يعني. هنا الحمد لله الجامعة طلعت يعني أحسن من المدرسة، الدكاترة بيتفاهموا يعني، حتى الطلبة يعني عاطلين، الناس خلدوني، أما الأغلبية صعبوني يعني. لما وصلت عمري 16 سنة اكتشفت حاجة عجيبة جدا يعني، حاجة بتتحدى الإعاقة اللي عندي، وما فكرت في يوم نعم ما لو عملتها يعني. صدمت حتى الناس البيت وامي وابوي، وحتى الناس اللي بيستهزأوا بي يعني، فعلا كانت صدمة عنيفة.
طفلنا الراب والسبب هي المواقف اللي انا شفت في حياتي ولسه بيها واقف واقف اكمل طريقي بكل اصرار. لو زول سألك عني قل له زيو دول عناد. زيو حابب انتقم من اي واحد هزق بيو. زيو حيظهر كل المشاعر اللي ساكنة فيو. زيو حيرسل رسالته حيرفع اي ورس مايكو وحيسكت كل القالي انه زيو مجرد سايكو. انا لست مجرد سايكو انا سايكو اي ساك القمة ولو خطوة انا بديتها في النهاية انا بتمة. يا حاقي تتكلم بس افهم كلماتك ما مهمة. بحب اللقاني حق كتر الطاب والحاجات دي فقررت ان اجرب اغني يعني مشيت جبت مايك صغير حق السكايب ده وخدت اللحن وبديت اغني ما في تمتمة حصلت يعني ولا في تمتمة ولا في خوف ولا هناك غنيت عادي افهم طلعت من راسي والسبب هو الاحباط حكمل طريق بنفسي زيو فخمي للسبات كنت محتاج يد العون وملقيته كلمات في راسي جات بالحبر انا سقيته عرفت اني وحيد يا هالوحدة اللي انا عبيته انا ونفسي في انسجام يا هالقصة اللي انا بديته لانه ديلة ما فهموني ولا انا في دغان حق كتير فعلا اجريسيف شديد كمان يعني لانه يعني انا بتكلم يعني عن ماضي او حصلت حاجة خلت نعمل كده يعني مش عارف كلها في اغانيني انا معانه على مسالي من اي مكانه كله ملابس بدمي ملانه هل انت عينك شافت لي خيانه انا كل احلامي اتحرقت كل امالي قرطت انا عايز الاسوء فكل هم وكل دم وكل خطر انا عشته ببساطه خلاني اقوى اقطع يدي هاجع عيني جدا خليني انزف عروقي فكه اخبط راسي في اقوى حته عيني شايفه بس اهدافي واهدافي قالوا خطير انسوا انه انا كائن نص حياته مستحيله مستحيله واستحاله في يوم انا اتظاهر الظاهر بكل الفكه انا الظاهر عندي ظاهر والظاهر اني ظهرت كل مشاعر لها شاعر وشاعر باني لازم في الدنيا دي اخاطب طبعا زيه الاسم الفني اللي اشتهرت بيه وجاء من اسمه شنو عندي فنان بحبه اسمه للبوزي عند البوزي ده الصحابي قالوا ديت زيه يعني بشبه الزول ده قمت انا شلت زيه دي وعملتها زيه الحيطة جرتني حاي يا امي هل العالم دي يا مجنون اما انا كائن تاني جبتيني من ورا اللزوم انا الطفل اللي حسر التمتام ربطوه بحبل والطفولة قلبت احلام كان يوم عيد ميلاد ودنيا قالت لانفصام خمس سنين كتم مشاعر هموم تحرك اصنام هام سكوني الصفر ححارب افعالي فمستحيل احارب الارض هاك حسب قلب بدون دقات كائن صفات وما صفات قولوا لهم يا اخي زيو مات لحظة السكون لحظة السبات رغبة في نص اللهات قولوا لهم يا اخي زيو مات وانا قاعد في مكاني طبعا الغنى بالنسبة ليس كل حياتي لأن أنا لما أنا أغني بتكلم عادي زي باقي الناس العاديين يعني كيف وأنا بغني وعايز أثبت للناس حتى بتمتم حق كتير دي بقدر أغني عادي حياتي رجعتاني لذكرياتي شفتها صورة طموحي بتكورك يا زيو انت وين في لحظة كنت فيها بنسف من كل العينين سحبوني وانا في الارض ضمي زينا الطريق تاني اقتنعت انه ما في شيء اسمه صديق ما في صديق انسان لكن في صديق خيالي انسان كونته في راسي لا خليته ولا خلاني شكلك بتسأل يا اخي ما عنواني ومن اكون اعرابي زيو مبني واخر حركاتي هي السكون عنواني بر الارض بر العالم بر الكون ما دار صديق ولا علاقة ولا يد العون مرة خدت في راسي انه الحب هو الامان كأنه غضب الارض خلو عنواني الغلطان بل كأنه الاحباسي فممزوجة بدم اللسان وانا زي اللعبان ما شبطي بط قلبي بكل امان قال الزيو قرب يا اخي ديكا زيو حضني بين ايديكا ما الحياق عينيكا زيو وانا يا اخي ليكا قلبي يخ عليكا زيو طلع كل الفيكا زيو خلاص بقى ما حاسي علقته بقط بالحيطة كراك قلب زي القبض انفتح جهز للشتات مشاعر مع الجمال لحظة سبات حتى الرمال
قاعد في مكاني